النهارده ان شاء الله يا شباب هنبدا المحاضره الثانيه في الجزء الالكتروماجنتيك كورس. يمكن احنا اتفقنا من المره اللي فاتت احنا عندنا بيج بيكتشر كده عايزين نوصل لها في النهايه. يعني لما اتكلمنا في الاول اشتغلنا شويه ريفيو كده على الفيكتور كالكولس بتاعنا والحاجات اللي احنا هنحتاجها خلال الكورس ان شاء الله رب العالمين. البيج بيكتشر بتاعتنا اللي احنا عايزين نوصل لها هي المعادله او الاربع معادلات بتوع ماكسويل ايكويشنز. ازاي نقدر نعمل كابلنج ما بين الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد، ودي الصوره اللي احنا النهائيه ان احنا عايزين نوصل لها. مبدئيا احنا اتكلمنا على ان احنا هنبدا نشتغل على الاستاتيك كيس الاول سواء في الالكتريك فيلد او في الماجنتيك فيلد. بمعنى هنبدا نتكلم على الالكتروستاتكس في الاول. عندي بوينت تشارج ولوكيتد وفيكسد في مكانها بس ليها بعض التاثيرات. هنبدا نتكلم على الالكتريك فيلد اراوند البوينت تشارج بتاعتنا او اراوند الكونتينوس تشارج بتاعتنا. هنبدا نتكلم على الفولتج ديستريبيوشن اراوند ات، يعني شكل الفيلد كمان ديستريبيوشن اراوند البوينت تشارجز او اللاين تشارج او التشارج ديستريبيوشن. بس ما فيش اي موفمنت بالنسبه للتشارج. يعني الشغل بتاعنا في الاول او الفيرست سام شابترز هنتكلم على الالكتروستاتكس. عندنا كمان ماجنيتوستاتكس، عندنا تشارج بيتحرك في سلك فبيولد حواليه ماجنتيك فيلد، لكن برضه ما فيش فاريشن مع التايم. اذا هتتكلم على برضه ماجنيتوستاتكس. في مجموعه الشابترز اللي في الاول دي ما فيش اي كابلنج ما بين الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد، ده شغال لوحده وده شغال لوحده. ما فيش عندي الكتريك فيلد مثلا بينديوس ماجنتيك فيلد والعكس صحيح، وما فيش عندي ماجنتيك فيلد بينديوس الكتريك فيلد، لان ده حاله او حالات الاستاتيك كيسز سواء بالنسبه للالكترو او الماجنت. لكن لما نبدا نقول هيبقى في عندي فاريشن مع التايم سواء بالنسبه للالكتريك فيلد يعني بارشال اي باي بارشال تي، او بنتكلم على حاله الماجنتيك فيلد بارشال بي باي بارشال تي، لا في الحاله دي هيبقى في اندكشن وفي كابلنج ما بين الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد. ففي البدايه في اول سام شابترز في الاول في الحاله دي هناخد بعض الكيسز او بعض قوانين ماكسويل، بس هنكتشف فيها في النهايه ان مفيش اي ريليشن ما بين الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد. هناخد قانون جاوس، هناخد بعض قانون امبير، بعض الحاجات اللي احنا بنقول فيها خلينا نقول مفيش كابلنج ما بين الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد. بارشال اي باي بارشال تي بيساوي زيرو، بارشال بي باي بارشال تي بيساوي زيرو. ونشوف قوانين جاوس في الحاله دي شكلها عامل ازاي. بعد كده نبدا نتكلم على كيس ثانيه. طب يا جماعه، طب لو في فاريشن مع التايم اللي هي تعديلات بقى، ونبدا نعدل قوانين جاوس سوري قوانين ماكسويل ايكويشنز بس بيزد على موضوع الالكترو داينامكس. يبقى في عندي فاريشن مع التايم، وهو ده الكورس بتاعنا. يعني ده بالبيكتشر ده اللي احنا عايزين نوصل له في النهايه. هندرس الالكترو والماجنيتوستاتيك، بعد كده هنشوف ماكسويل ايكويشنز في الحالات اللي ما فيهاش كابلنج ما بين الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد، وفي نهايه اللي هو الكورس هنبدا نشوف تعديلات الايكويشنز دي كلها وماكسويل ايكويشنز، بس لما ابدا اوصل بقى ويحصل كابلنج ما بين الاثنين وازاي الالكتريك فيلد هينديوس ماجنتيك فيلد والعكس صحيح. طيب مبدئيا هنبدا نتكلم على اول قانون بالنسبه لكم اعتقد هو ويل نون بالنسبه للجميع، قانون كولوم. هنتكلم على البوينت شارج وكمان الديستريبيوشن بتاع بوينت شارجز، هنتكلم على الالكتريك فيلد، هنتكلم على الفورسز اكزيرتد ما بين سم اوف تشارجز، قوه التجاذب، قوه التنافر، الاتراكشن فورس، الحاجات دي كلها. ازاي اقدر اجيب تاثير المجال الكهربي عند نقطه؟ يا ترى بكام؟ طيب الكلام ده لو بالنسبه لنا بوينت شارج. طب لو احنا عندنا مالتيبل تشارجز، لو احنا عندنا لاين ديستريبيوشن، تشارج ديستريبيوتد على لاين. هنبدا نشوف لو عندي تشارج ديستريبيوشن على سيرفس. طب لو على فوليوم، ايه الوضع؟ هيبقى عامل ازاي؟ طب لو عندي اكتر من سيرفس وهكذا. دي الحالات او دي المحاضرات بتاعت النهارده ان شاء الله رب العالمين. طبعا البدايه بقانون كولوم، وعند كلكم عارفين قانون كولوم ده قانون اكسبيرمنتال اتشيف، ما هوش نيميريكال اوبزرفد، لا ده قانون وتجربه عمليه هي اللي حققته. وكان بيقول كان حابب يعرف يقول او يحسب العلاقه ما بين شحنتين وايه العلاقه ما بينهم سواء قوه تجاذب او قوه تنافر، بيز طبعا على الاشارات ما بين الشحنات وبعضها. لكن الراجل قال بالنسبه لكولوم، الراجل كان بيقول ان في عندي اي او القوه المتبادله ما بين شحنتين دي بتتناسب بروبورشنال او دايركت بروبورشنال مع حاصل ضرب الشحنتين اللي هو كيو 1 وكيو 2، وعكسيا طبعا مع مربع المسافه. واعتقد ده مفهوم ان كل ما بتقرب الشحنات من بعضها، خلينا نقول لو هي بوزيتيف ونيجاتيف،
قوة الاتراكشن فورس بالنسبة لك اللي بيحصل لها بتزيد. نفس الكلام حتى لو قوتين بالنسبة لنا أو الشحنتين بالنسبة لنا ذا سيم تشارج أو ذا سيم بوزيتيف تشارج أو نيجاتيف، هتبقى قوة التنافر نفس الكلام لو هما شحنتين متشابهتين. لو أنت قصرت ما بينهم المسافة طبعا القوة بينهم إيه اللي حصل لها؟ هتزيد. لو أنت قيمة الشحنات زادت طبعا برضو القوة المتبادلة الكهربية برضو هتبقى كبيرة بينهما. عشان كده الراجل بيقول إن الفورس exerted between two charges is proportional and direct proportional to the amount of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. طبعا ثابت التناسب او البروبورشنال كونستانت بالنسبه لنا هو الكي، واعتقد كلكم عارفين قيمه الكي اللي هي 9 في 10 اس 9 او 1 على 4 باي ابسلون نوت، وير الابسلون نوت دي اللي هي الفري سبيس بيرميتيفيتي. كي 1 على 4 باي ابسلون نوت، ده طبعا في حاله الريبارشن فورس القوات بتاعتك متنافره او قوه تنافر بتنشا ما بين التو تشارجز، والحاله هنا حاله الايه التجاذب لما كان عندك شحنتين متشابهتين. طيب ده الاف بتاعنا، عايزين نشوف الاس اي يونتس بالنسبه للوحدات في الاس اي سيستم. طبعا كلنا عارفين بالنسبه للكيو هي عندنا وحده قياس الشحنه بالكولوم مش كده، عندي كمان السيباريشن لو بنتكلم على الديستانس اكيد هتبقى بالمتر، وسواء اتراكشن فورس او ريبالسيف فورس القوه بتاعتي طبعا هتبقى بالايه يا شباب؟ بالنيوتن. بالنسبه للكونستانت انا عندي 1 على 4 باي ابسلون، والابسلون دي اللي هي الفري سبيس بيرميتيفيتي، ودي برده قيمتها محفوظه 8.85 من 100 في 10 اس سالب 12 اللي هي فاراد لكل متر. فدي قيمه الكونستانت ودي كانت القانون اللي احنا بنتكلم عليه او قانون كول. طيب بالنسبه للاتجاهات بقى زي ما اتفقنا نقدر بقى نشيل الكي ونحط قيمته، بقى عندي الفورس ما بيننا عباره عن 1 على 4 باي ابسلون Q1 Q2 على ال R سكوير، وطبعا القوة المتبادلة بتبقى موجودة على اللاين ما بين الشحنتين بتوعنا، سواء بقى لو انت هتحدد اتجاه القوة، كلنا عارفين ان القوة كمية فيكتور وبالتالي لابد من تحديد الاتجاه بتاعك، والاتجاه بتحدد بناء على اشارتي الايه يا جماعة؟ الشحنتين. لو الشحنتين متشابهتين فهتلاقي فيه اتراكشن فورس واتجاه القوة ناحية الاتراكشن، لو الشحنتين دول متشابهتين فطبعا هيحصل بينهم ريبالسيف فورس ويتحدد اتجاه القوه بناء على هذا الاساس. يبقى كمقدار 1 على 4 باي ابسلون كيو 1 كيو 2 على ار سكوير كاتجاه بناء على الاتراكشن او الريبالسيف فورس ما بين الشحنات، ده بيزد على اشارتي الشحنات بتاعتك. طيب خلينا بقى نتكلم كفيكتور ونحط القانون بتاعنا، يعني القانون اللي فات اللي هو كان في السلايد اللي فاتت كان بيحط لي كامبليتيود، الفورس بتاعي كان بيربريزنتد كامبليتيود فاليو. عايزين نبدا نحطها كفيكتور فورم، فزي ما انا قلت لك من شويه ان القوه بتاعتك بتبقى مؤثره على الخط الواصل ما بين التو تشارجز مش كده؟ في عندي هنا بقى بدات احط لك هنا ايه؟ حاجه اسمها A12 فاكرين متجه الوحده بتاعنا اللي هو اليونت فيكتور، اليونت فيكتور بتاعنا اللي هو A12. ده فين ده؟ ده بناء على الخط الواصل ما بين اللي هو الشحنتين بتوعنا. امال ايه ار 1 2 دي؟ عملناها المره اللي فاتت برضه، فاكرين الديسبيسمنت فيكتور؟ احنا قلنا المره اللي فاتت حاجه اسمها البوزيشن فيكتور، ده ويز ريسبكت تو ها؟ الاوريجن بالظبط كده. لكن الديسبيسمنت فيكتور ده ويز ريسبكت تو المسافه ما بينهم اللي هو التو بوينتس بتوعنا، مش كده؟ وبالتالي انا عارف ان الار بتاعتي هي الديستنس مش كده؟ لان كامبليتيود هي ار، ما انا لو جيت خدت الار دي او الار 1 2 بالنسبه لي كامبليتيود هو الامبليتيود بالنسبه لي هو مين؟ هو الديستنس بتوين التو شارج صح؟ لكن كفيكتور احنا بنسميها اللي هي ار 1 2 انا عندي كيو 1 ليها مين ار 1 مين ار 1 سمول دي؟ حد فاكر؟ لان لو ده الاوريجن بالنسبه لي صح؟ فده يعتبر بالنسبه لي مين؟ البوزيشن فيكتور. والشحنه 2 ليها مين؟ ليها بوزيشن فيكتور ار 2. ار 1 2 دي المسافه اللي ما بينهم او الديسبيسمنت فيكتور صح ولا غلط؟ اللي هي ار 1 2. طب ار 1 2 ولا ار 2 1؟ ده بيزد على مين؟ بيزد على انت عايز تجيب ها انت عايز تجيب القوه مين على مين؟ تاثير الشحنه كيو 1 على كيو 2 ولا تاثير كيو 2 على كيو 1؟ في الحاله بتاعتنا هنا انا بقول عندي كيو 2 موجوده في بوزيشن فيكتور اسمه ار 2، حطيت جنبها شحنه ثانيه اسمها كيو 1 مش كده؟ اتاثر عليها بقوه فتبدا الشحنه دي تتاثر، يا اما يحصل تجاذب يا اما يحصل تنافر. بيزد على مين؟ على الاشاره بتاعت الشحنات صح ولا غلط؟
فوالله لو انا حطيت جنبها لو دي مثلا بوستيف وبدات احط هنا بوستيف فلاقي ان في قوه ريبالشن فورس مش كده، يبقى على الخط الواصل ما بين الشحنتين بتوعي، وده بيبقى اتجاه اللي هو القوه بتاعتي اللي هنقول او هنسميها اف 1 2، وهيكون اتجاه القوه على الخط الواصل ما بين الشحنتين اللي هي كيو 1 كيو 2 اللي هو في اتجاه اليونت فيكتور اللي هو فوق قدامكم هنا اللي هو اي 1 2. واتعلمنا المره اللي فاتت ان ار 1 2 كديسبيسمنت فيكتور بيساوي ار 2 على مين يا جماعه؟ ار 2 على ار 1، مش كده؟ صعب الكلام ده يا جماعه؟ اعتقد الامور بسيطه ان شاء الله. طبعا كامبليتيود طبعا او اقدر اجيب الاي 1 2 عباره عن زي ما اتفقنا ار 1 2 على الامبليتيود بتاع الديسبيسمنت فيكتور من التشارج كيو 1 الى التشارج كيو. ممتاز. ناخد مثال صغير، عندي تشارج كيو 1 وكيو 1 دي بتساوي 3 في 10 سالب 4 كولوم، عند البوينت احداثياتها 1 و2 و3 and a charge of q2 نيجاتيف 10 سالب 4 كولوم، عند النقطه 2 و0 و5 are located in the vacuum determine the force exerted on q2 by q1. يعني عايز f1 2 مش كده؟ يبقى اهم حاجه ان انا هجيب مين الاول؟ البوزيشن فيكتور اللي هو ار 1 2، وبعد كده هجيب اليونت فيكتور اي 1 2. يبقى انا كده بدات اتكلم على الدايركشنز. هجيب بالنسبه للقوه كامبليتيود اللي هو k او 1 على 4 باي ايبسلون في q1 في q2 على r12 الكل سكوير. فعشان كده ابتديت كلامي ان انا هبقى محتاج ان انا اجيب اللي هي r12 اللي هو الديسبيسمنت فيكتور from point 1 الى point 2 اللي هو r12 اللي هو قدامنا هنا. عندي احداثيات اللي هي r2 ناقص r1 زي ما اتفقنا، قلت لكم المره اللي فاتت اللي انت بتشوف نقطه البدايه ونقطه النهايه والديسبيسمنت فيكتور اللي هو الفاينل ناقص الانيشال، عشان كده قلت r2 ناقص r1 r2 ناقص r1. ممتاز. انت كده جبت r12 تقدر تجيب اليونت فيكتور اللي هو a12 اللي عباره عن r12 على r12 كامبليتيود. كده انت خلصت الامبليتيود، ابدا جيب بقى الاتجاه بتاعك. خلاص احنا كده جبنا r12 وجبنا a12 كفيكتور كوانتيتي لان الفورس بتاعتي هي فيكتور كوانتيتي. خلاص ابدا ادور بعد كده على الامبليتيود بقى اللي هو 1 على 4 باي ايبسلون q1 q2 على الار سكوير. ماشي يا شباب؟ صعب الكلام ده؟ تالي كلام بسيط قوي. يبقى اعتقد بقى تقدر تضرب وتبقى عمليه اكسرسايز رياضي سهله قوي اللي انت تحصل. ممتاز. طب لو حبيت اجيب تاثير 2 على 1 هي بس بالنيجاتيف كامبليتيود هو نفسه لكن بنيجاتيف دايركشن لان 1 على 2 عكس تاثير 2 على 1. تمام. طيب نيجي بالنسبه بقى للالكتريك فيلد ديستريبيوشن اراوند التشارج بتاعتي. هو نيجي للسؤال المهم، الالكتريك فيلد ديستريبيوشن اراوند التشارج بتاعتي يا ترى الالكتريك فيلد ده يعتبر بالنسبه لي كونتينوس ولا ديسكريت فاليوز كده اراوند؟ يعني عندي نقط معينه اقدر اقول قيمه الالكتريك فيلد والنقطه اللي جنبها مفيش والنقطه اللي بعدها لا فيه وهكذا، ولا هي اصلا كميه كونتينوس زي كلاود كده صح؟ يعني اللي انت شايفه قدامك ده ايه؟ انا عندي هنا بوينت تشارج مثلا سواء بوزيتيف اور نيجاتيف، المنطقه اللي حواليها دي تعتبر ايه بالنسبه لي؟ ها هي كونتينوس فينومينا صح؟ ما اقدرش اقول ان هي عند ديسكريت بوينت زي ما اللي هي الحاله اللي قدامكم هنا مثلا. بس هي كميه فيكتور ولا سكيلر الكتريك فيلد؟ فيكتور، لان هي هتريليتد كمان شويه بالفورس، والفورس بالنسبه لي يعتبر كميه فيكتور، وبالتالي الالكتريك فيلد بالنسبه لي طبعا هو كميه فيكتور. وبالتالي الالكتريك فيلد از فيكتور طبعا وهذا انا دايركشن. يعني هنا لازم اقول ان كل الكتريك فيلد او الدايركشن او الالكتريك فيلد لاينز اللي احنا بنرسمها دي انفينيت نمبر ولا ديسكريت، يعني قيمه معروفه او هم عدد معين او فاينايت اليمنت؟ لا هو طبعا انفينيت نمبر مش كده؟ علشان كده يقول لك يعني الاقرب، يعني في ناس بتبدا تقلق لما ترسم الخطوط دي يقول لك لا ده هم عدد محدود من الاليمنت او عدد محدود من الاتجاهات. لا احنا اتفقنا من الاول ان الالكتريك فيلد كميه كونتينوس زي كلاود كده اراوند البوينت تشارج بتاعتي سواء هي بوزيتيف اور نيجاتيف. لكن اهم حاجه انك تكون عارف ان ليه دايركشن وليه امبليتيود صح؟ لان هي كميه فيكتور تشارج. تمام. طيب عايزين نحسب الالكتريك فيلد.
عند بوينت من تأثير شحنة على نقطة. حد فاكر بتعمل ازاي؟ تعرف انتوا درستوا بعض الحاجات دي في فيزيكس. هي فورس بير يونت شارج مش كده؟ يعني بالظبط كده. يعني هم كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا والله لو انا عندي شحنة مقدارها كيو واحد بتفيجواليز اراوند 8 او بتأفكت اراوند 8 بالكتريك فيلد. بيقول لك لو انا عندي نقطة تانية في الفراغ عايز اجيب عندها قيمة الالكتريك فيلد المؤثر. فقال لك قيمة الالكتريك فيلد عند النقطة دي. فقال لك ابسط مثال على انك تعمل حاجة زي كده لان انا ما عنديش غير قانون كولوم صح؟ وقانون كولوم ده بالنسبة لي هو بيحسب القوة المتبادلة ما بين ايه؟ شحنتين صح؟ فقال لك والله خلاص تعالى كده نحط عند البوينت اندر كونسيدريشن بتاعتنا نحط تيست تشارج او معنى اصح تيست يونيتي تشارج. يعني الامبليتود بتاعها بيساوي كام؟ 1 بوزيتيف يونيتي تشارج. فقال لك انت فعلا لو حطيت البوينت دي اللي هي كيو تيست او تيست تشارج ات ا ديستانس ار 1 تيست على ديستانس مقدارها ار من الشحنه رقم 1 اللي هي 1 الى التيست تشارج اللي هي ار 1 تي هيبدا يحصل ما بينهم في فورس متبادله بحسبها عن طريق قانون كولوم. واعتقد قانون كولوم في الحاله دي هيبقى اف المؤثره على التيست تشارج 1 على 4 باي ابسيلون كالمعتاد كيو 1 كيو تيست على الديسبيسمنت فيكتور ما بين ال1 والتيست تشارج في اليونت فيكتور اللي هو اي 1 تي صح. واعتقد بنفس الكيفيه اللي حسبنا بيها المساله اللي فاتت نقدر نحسب حاجه زي كده. بس هي اساسا التيست تشارج دي ملهاش وجود مش كده؟ ده تيست يونت تشارج. فقال لك طب ايه رايك لو احنا عايزين نجيب قيمه الالكتريك فيلد المؤثر عند نقطه اللي هي كان محطوط عندها تيست تشارج دي. قال لك اذا الالكتريك فيلد ديستريبيوشن ده بيساوي هي نفسها الاف تي على الكيو تيست. يعني اذا مزملكم كانت بتقول من شويه مقدار القوى المؤثره على وحده الشحنات صح؟ على الفورس اكزيرتد اون ذا يونت تيست تشارج الموجوده عند هذه النقطه. ده اللي احنا بنسميه الالكتريك فيلد ديستريبيوشن. طب بالنسبه للاتجاهات ما هو اصل انا عندي الالكتريك فيلد هو عباره عن اف على الكيو والكيو دي بالنسبه لي تعتبر سكيلر كوانتيتي. يعني بالنسبه لي اذا الالكتريك فيلد اللي بيساوي الاف على الكيو اذا الالكتريك فيلد كفيكتور هو نفس اتجاه الفيكتور بتاع مين يا جماعه؟ بتاع الفورس. بتاع الفورس صح كده؟ اتجاهات الالكتريك فيلد معروفه في خصائص الالكتريك فيلد لاين ديستريبيوشن. بمعنى لو انا عندي بوزيتيف تشارج يبقى الالكتريك فيلد بتاعك الاوتورد ولا انورد؟ اوتورد طبعا. لكن لو الشحنه بتاعتي نيجاتيف تشارج معنى كده يبقى انت عندك انورد الايه التشارج بتاعتي. يبقى بالنسبه للقوه المتبادله بشوف اتجاه القوه على اليونت فيكتور والخط الواصل ما بين الشحنتين ولكن بتبقى على حسب اشارتي الشحنتين. بالنسبه لي اتجاه الالكتريك فيلد لا ده على حسب التشارج بتاعتي. والله لو هي بوزيتيف يبقى ده اوتورد فروم التشارج لو هي نيجاتيف بتبقى انورد التشارج بتاعتي. طيب خلينا نتكلم هنا بقى. خلاص احنا كده جبنا الالكتريك فيلد وعرفناه وادى الواحد على 4 باي ابسيلون وهي عباره عن كي في كيو على الار سكوير في اتجاه اليونت فيكتور اللي هي الواصل ما بين اللي هو الشحنه وما بين البوينت اللي احنا سميناها اللي هي الار بتاعتها. تمام جدا. البوزيشن فيكتور بتاعها اسمها ار داش وعندي بوينت في الفراغ اسمها بي. البوزيشن فيكتور بتاعها اكس واي زي عايز اجيب المجال عندها بس بنكتبها بشكل فيكتور كوانت فيبقى كي في كيو على ار سكوير. الكلام اللي انا كنت بقوله من شويه لو انا عندي كنت فاكر غلط. لو انا عندي نقطه اخرى مثلا هنا وعندي شحنه مقدارها كيو وعايز اجيب المجال عند النقطه اللي اسمها ماشي يا شباب تمام اي هي دي اللي انا كان قصدي عليها عندي تو تشارجز كيو 1 وليها بوزيشن فيكتور ار 1 عندي كيو 2 وليها بوزيشن فيكتور ار 2 وعندي عايز اجيب المجال عند نقطه في الفراغ اسمها ايه ماشي يا شباب جميل خلاص كده. مساله بسيطه ات شارج كيو 1 اوف 2 مايكرو لوكيتد ات بي 1 0 0 0 اند ا سكند تشارج 3 مايكرو از ات سالب 1 و2 و3 وعايز المجال عند نقطه ثالثه خالص اللي هي 3 وسالب 4 يا جماعه اي اسئله في المساله دي حلها بالتفصيل مش محتاجه انت يا صاحبي
تمام. عندي هنا طبعا هجيب اللي هو R12 وهجيب اللي هو ما بين اللي هو النقطة الثانية والبوينت، وبعد كده هطبق بقى في العلاقة K في Q على R وK في Q على R، K في Q على R سكوير وK في Q على R سكوير. طيب هو التشارجز بتاعتي دايما بتبقى بوينت تشارج؟ لا، ممكن يكون عندي جسم مشحون صح؟ والجسم ده ممكن يبقى لاين في الوان دايمنشن لاين تشارج، والشحنة عليه متوزعة دي التشارج ديستريبيوشن بنسميها الرو ال اللي هو لاين تشارج ديستريبيوشن، اللي تعتبر كيو على ال، اللي هي التوتال تشارج متوزعة على طول مقداره ال، فالكيو على ال بالنسبة لي هي اللاين تشارج ديستريبيوشن. ممكن التشارج بتاعتي تبقى سيرفس متوزعة على سيرفس اللي هي كيو على ال، وبالتالي هنا هتعامل مع حاجة بنسميها سيرفس تشارج ديستريبيوشن اللي هي الرو اس. ممكن يبقى التشارج بتاعتي ديستريبيوتد على فوليوم، والفوليوم في الحاله دي واخد شكل اي شكل ما، بس في الحاله دي هشتغل على الرو في كولوم لكل متر كيوب، فهنا بنتعامل مع فوليوم تشارج ديستريبيوشن، فوليوم تشارج ديستريبيوشن. طيب مطلوب مني ايه؟ زي ما احنا قلنا من شويه عايز اجيب الالكتريك فيلد ديستريبيوشن ماشي، نتيجه لللاين تشارج، نتيجه للسيرفس تشارج، نتيجة للفوليوم تشارج. احنا عرفنا خلاص البوينت تشارج كي في كيو على ار سكوير في اتجاه اليونت فيكتور بقى من التشارج بتاعتي للبوينت اندر كونسيدريشن. طب لو عندي لاين تشارج ديستريبيوشن بالشكل ده وعندي نقطة في الفراغ تبعد مثلا ار عن اللاين تشارج بتاعي، يا ترى اللاين ده قيمة الالكتريك فيلد الناتجة عنه عند النقطة دي بتساوي كام؟ هنبدأ نعمل انتجريشن ونقسم كده، فهنبدأ نشوف الاستراتيجي بتاع لو عندي لاين الشارج يبقى عامل ازاي، لو عندي سيرفس ولو عندي فوليوم هيبقى الدنيا ماشيه ازاي. فطبيعي زي ما انت بتقول كده انا هبدا اقسم اللاين بتاعي لمجموعه من التشارج الصغيره علشان اقدر اطبق قانون كولوم صح. ما هو قانون كولوم بيقول ايه؟ كي في كيو، والكيو دي المفروض ان هي تكون بالنسبه لي هي ايه؟ بوينت تشارج صغيره علشان ابقى عارف المسافه بتاعتها بالظبط قد ايه. وبالتالي هنا هتبدا تعمل ايه؟ هبدا اقول والله اللاين الطويل ده هبدا اقسمه لاجزاء صغيره قوي، كل واحده شحنتها ايه يا جماعه؟ دلتا كيو، كل واحده شحنتها دلتا كيو، والدلتا كيو دي هتبعد مثلا مسافه عن النقطه اللي انا عايز اعملها مسافه مقدارها ار، وتبدا تجيب المجال. بس هل المجال الناتج هيبقى الاي توتال ولا الدلتا ايه؟ الدلتا ايه مش كده؟ ابدا بقى اجمع الدلتا ايه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. طبعا ده عمليه ايه يا جماعه؟ انتجريشن. فده الاستراتيجي اللي احنا هنعملها عليه. لو بالنسبه لللاين هيبقى عندي دلتا ال، هبدا اقسم الطول بتاعي ده كله الى دلتا ال، وكل دلتا ال تحمل شحنه مقدارها دلتا كيو، هينتج عنها مجال مقداره دلتا اي صح كده؟ وطبق القانون بتاعك، ما انت معاك الدلتا اي عباره عن ايه؟ ها كيف الدلتا كيو على المسافه سكوير صح ولا غلط؟ وبعد كده ابدا عمليه ايه يا جماعه؟ انتجريشن. عشان كده بقول الدلتا كيو طبعا انا محتاجها، وانا قاعد بقول ايه؟ الدلتا اي كي في الدلتا كيو على الار سكوير مش كده؟ محتاج اللي انت تعوض الدلتا كيو دي بتساوي كام؟ فالدلتا كيو بتساوي كام يا جماعه؟ رو ال على في مين؟ في الدلتا ال، لان الرو ال عبارة عن دلتا كيو على مين؟ على الدلتا اللي هو نصيب وحدة الأطوال من الشحنات زي ما بنقول. أنت عندك كان شحنة كبيرة أوي قسمتها على طول بالكام؟ زي بالظبط أنا معايا 10 جنيه وأنتوا 10 أفراد. وزعت عليكم ال 10 جنيه فنصيب الفرد فيكم كام؟ جنيه. اللي هو دلتا كيو على دلتا أو كيو كلية على ال كلية. ماشي يا شباب؟ وبالتالي بقى عندي هنا الدلتا كيو رو ال دلتا ال كامل بقى الطرفين عشان تجيب الكيو توتال، يبقى تكامل رو ال دلتا ده لو انت عايز تجيب التشارج. يعني ممكن اجيب لك في مساله اقول لك والله عندك تشارج متقسمه على طول، احسب كميه الشحنه خلال الطول بالكامل، فانت لازم تعمل انتجريشن لرو ال في مين؟ في الدلتا. ده بالنسبه لو انت محتاج على لاين. ممكن نعمل نفس الكلام على سيرفس. ففي الحاله دي انت عندك يبقى عندك مساحه كبيره، هتضطر ان انت تقسمها ايه يا جماعه؟ ها؟ لمساحات صغيره مش كده؟ كل مساحه صغيره نصيبها مين بقى هنا؟ ها؟ الرؤس مش كده؟
وبالتالي يبقى الدلتا الرو اس اصلا الشحن على مين؟ على السيرفس. وبالتالي يبقى انت بتتكلم على دلتا كيو بتساوي رو اس في الدلتا اس. طب انت عايز تجمع الشحنات اللي موجوده في المساحات الصغيره اللي هي ديسكريت سيرفس بتاعتك دي كلها، هتعمل عمليه الانتجريشن وبالتالي يدي لك هنا ان الكيو بتساوي تكامل رو اس دي اس. طب ولو على فوليوم ايه؟ تكامل رو في دي في. اتفقنا على طول هتشتغل على شحنه وحده الاطوال، لو على مساحه يبقى شحنه وحده المساحات، لو على فوليوم شحنه وحده. لا ما طبعا ما هي كل واحده من دول احنا انت دلوقتي عشان تجيب الالكتريك فيل دي خليها شويه، انا هنا بس كنت بجمع مين؟ بجيب الشحنات، لسه هنشوفها دلوقتي لما ابدا بقى ايه اجمع الكلام ده واقول تاثيرها عند نقطه عشان اجيب المجال الكهربي. احنا في الخطوه الاولانيه بس بجيب الشحنه الناتجه عن لاين شارج، الشحنه الناتجه عن سيرفس شارج، والشحنه الناتجه عن فوليوم شارج. ماشي يا شباب؟ اي اسئله يا جماعه في الكلام ده؟ هنبدا بقى نشوف احنا كده جمعنا الشحنات وعرفنا نجيب الكيو توتال. زي ما زميلك بيقول طب تاثيرها بقى على النقطه علشان اجيب المجال الكهربي. صح؟ هنشوف بقى ازاي ونشوف هنجمع ازاي عشان نجيب التوتال الكتري فيلد عن طريق الانتجريشن بقى على اللاين. ده ملخص البوينت شارج. ده طبعا ده كيو مجرد بس الكيو يبقى السميشن بتاع الكيو ده. لو عندي على لاين يبقى الكيو توتال ده عباره عن سميشن رو ال دي ال. لو اللاين بتاعك منتظم تكامل الدلتا ال بكام؟ عندي هنا الرو اس تكامل طبعا دبل انتجريشن بقى لان على سيرفس، وبالتالي يبقى تكامل دبل انتجريشن رو اس دي اس. لو على فوليوم اكيد هتقابل مين يا شباب؟ التريبل انتجريشن تكامل رو في دي. ماشي يا جماعه؟ الخطوه اللي جايه هنبدا بقى نشوف طب الالكتريك فيلد بقى. لو انا عندي ديستريبيوشن تشارجز دي وعايز اجيب الالكتريك فيلد الموضوع هيبقى ماشي ازاي؟ ده اللي احنا هنبتدي. طيب عملت لك كده استراتيجي فور سولفنج البروبلمز دي، وازاي نقدر نحل اي مساله كخطوات عامه، ودي ممكن تطبقها على اي مساله ونشوف الدنيا تمشي ازاي، وده اللي هنعمله في 3 كيسز النهارده. يعني خلينا نقول اول حاجه زي ما قلت لك كده درو البروبلم وشوف الدايمنشنز والبارامترز بتاعتك، والاهم من كده في المرحله اللي هو الثانيه كمان اختار سيوتابل كوردينيت سيستم. عشان كده اديتك ريفيجن الاسبوع اللي فات على الكوردينيت سيستمز، لان احيانا الشكل بتاعك هيبقى مثلا ليه سلندريكال سيمتري بشكل معين. طب ايه اللي يخليك تشتغل على الكارتيزيان كوردينيت مثلا بالرغم ان انت تقدر تشتغل بالسلندريكال كوردينيت؟ هتبقى اسهل بكتير. احيانا البادي بتاعك او التشارج ديستريبيوشن بتاعتك بتبقى على سفيريكال شيب، فيبقى افضل حاجه بالنسبه لك انك تشتغل على مين؟ على السفيريكال كوردينيت. يبقى بوينت بتتحرك على سطح الكره يبقى محتاج بس نص قطرها والثيتا والفاي بتوعها. صح يا جماعه؟ ده اللي احنا هنبدا نطبق الكلام ده على المساله. طبعا كل ده مع اللي في دماغك هتحتاج مين؟ هتحتاج الكيو عشان تجيب مين؟ عشان اجيب الاي. فالاي توتال او الكيو توتال الاول لو لاين يبقى هتشتغل على تكامل رو ال دي، لو على سيرفس تكامل او دبل انتجريشن لرو اس دي اس، لو على فوليوم تريبل انتجريشن على رو في دي. وبعد كده تبدا تطبق المجال. ما هو الاي توتال عباره عن ايه؟ انا كنت لسه بقول ها كي في الشحنه على مربع المسافه، مش كده؟ ما انت جبت الشحنه اهي. فلو عندك ديسكريت بوينت تشارج صح كده؟ يبقى خلاص يبقى سميشن كل واحده والمجال بتاعها، صح؟ ده اللي احنا عملناه في المثال من شويه. كان عندي نقطه شحنتين وعايز اجيب المجال عند نقطه، صح؟ ما جبت كي في كيو على ار ودي كي في كيو على ايه؟ على الار وعلى اليونت فيكتور، وجمعنا جمع اتجاهي الفيكتور سميشن. هنبدا نعمل ايه دلوقتي؟ هناخد مسالتين، واحده على اللاين وواحده على سيرفس، وبعد كده هنطبق لو عندي اكتر من سيرفس السوبر بوزيشن ما بين السيرفسز المختلفه هتبقى عامله ازاي. فمبدئيا كده عندي اهو اللي فاتت، لو على لاين يبقى الكيو تكامل رو ال دي ال، اللي في المقام ده كان كي على ار سكوير، صح؟ ما هو كي في كيو على ار سكوير الكيو انتجريشن رو ال دي ال. بالنسبه للسيرفس تكامل رو ال رو اس دي اس ومضروب في الباقي، يعني ده الكيو بتاعك. نفس الكلام بالنسبه لمين؟ الفوليوم ديستريبيوشن. ماشي يا شباب؟
تعالى بقى نطبق اللي هو الكلام ده على مساله. ومن ابسط ده دي تعتبر مثال رقمي كده بسيط، بيقول لك find the total charge inside the volume. عندي فوليوم معين الرو في بتاعته او التشارج ديستريبيوشن بتاعته رو في عباره عن 4 في اكس في واي في زد سكوير. ده الحجم بتاعه، معادله الحجم بتاعته او الشكل ده. مدي لك الباوندرز بتاعه الشكل ده، بس الدلاله مين هنا بقى؟ الرو والفاي والزي. الرو والفاي والزي ده سلندريكال كوردينيت، صح كده؟ فلازم هنا اعمل ايه؟ لازم قبل ما اعمل انتجريشن، انا كده كده هعمل انتجريشن لان ده رو في، فعشان اجيب الكيو هيبقى دبل تريبل انتجريشن رو في دي في، صح؟ بس قدامك ايه؟ يا اما هتعمل تريبل انتجريشن وتكامل ان تيرمز اوف الكارتيزيان اكس والواي ومين والزي، بس لازم تقول لي الاكس من كام لكام والواي من كام لكام والزد من كام لكام، صح؟ يا اما طبعا في الحاله دي انت عندك الحدود بدلاله مين يا جماعه؟ الرو والفاي والزي، فلازم تعمل الماتش ده، يتحول ده لده يتحول ده لده. يعني عايز تستخدم الليمتس دي، لازم اشيل الاكس والواي والزي واحطها بدلاله الرو والفاي والزي، صح؟ علشان اعمل الماتشنج صح، يا اما العكس صحيح، انك تجيب الليمتس اوف انتجريشن بتاعت الاكس والواي والزي، ها، بس تخرجها من مين بقى؟ من المعادلات دي. فاكرين الجدول اللي احنا خدناه المحاضره اللي فاتت؟ فاكرين الجدول ده؟ كان الجدول بيقول ايه؟ الاكس بيساوي رو كوزاين فاي، ده التحويل من هنا لهنا. الواي بتساوي رو ساين فاي. ما انا ممكن بقى خلاص سهل قوي هنا اجي في المعادله دي واشيل الاكس واحط رو كوزاين، اشيل الواي واحط رو ساين، صح يا شباب؟ وبالتالي يبقى انا كده حولت البروبلم بتاعتي من كارتيزيان كوردينيت الى سلندريكال كوردينيت. ماشي يا شباب؟ خلاص عندي بقى، خلاص اقدر بقى اطبق اهو، فعلا طبقت انا الاربعه، الاكس شلتها وحطيت رو ساين، والواي شلتها وحطيت رو كوزاين، والزد سكوير نزل زي ما هي، صح كده يا جماعه؟ صح؟ والزد طبعا هو الزد، احنا اتفقنا ان المره اللي فاتت ان كارتيزيان كوردينيت وبالنسبه للسلندريكال كوردينيت كان الزد هو نفسه الزد، لان ارتفاع البوينت بالنسبه لمحور زد كان يعتبر بالنسبه للكارتيزيان هو نفسه بالنسبه للسلندريكال كوردينيت. وبالتالي خلاص اقدر بقى اكمل كده عشان اجيب الكيو، هو اصلا طالب التوتال شارج مش طالب اكتر من كده. ماشي يا شباب؟ طبعا خلاص انا هنا معايا التحويلات كلها، وعندي من زد كده هي كلها اتحولت اصلا لرو وفاي وزد عندي، وكلها هيبقى عندي الرو من صفر ل 2 في البدايه خالص، والفاي من صفر لباي على 2، والزي من صفر الى 3. ناقص مين يا جماعه؟ ناقص مين؟ وحته مهمه جدا وختمنا بيها المحاضره اللي فاتت، التكامل بالنسبه لهنا. لو انا كنت بتكلم على الكارتيزيان كنت بقول ايه؟ تكامل رو في، ها، دي اكس، ها، دي واي، دي زي، صح؟ فاكرين الديفرنشال اليمنت؟ يا ترى دي اكس هيبقوا ايه بالنسبه لنا هنا؟ عايز اقول دي رو بايه ودي فاي ودي زي، صح؟ ما هي في الاخر لازم تتحول، صح ولا غلط؟ فالبروبلم كلها لازم تتحول. يعني في الاول دي كانت عباره عن ايه؟ تكامل رو في، ها، دي اكس دي واي دي زي، والاكس بتاعتي من كذا لكذا، والواي من كذا لكذا، والزد من كذا لكذا، صح؟ فاي حاجه فيها اكس واي زي لازم تتحول. فانا عندي حدود التكامل اوريدي اوريدي هم عندها بالايه؟ بالنسبه مكتوبه بالرو والفاي والزي، هي جاهزه. يعني خلاص احنا اتفقنا ان انا هنقل المساله من كارتيزيان الى سلندريكال كوردينيت، فالليمتس اوريدي مكتوبه بالسلندريكال كوردينيت فجاهزه معايا. كان ناقص البروبلم نفسها، خلاص اهو شلت كل اكس وحطيت رو كوزاين، والواي شلتها وحطيت رو ساين، والزد سبتها زي ما هي زد. لسه ناقص عندك مين؟ دي اكس دي واي دي زي، ها، فاكرين الكلام ده؟ ها، الديفرنشال فوليوم بالنسبه للسلندريكال كوردينيت كان ايه هي؟ كانت مشكلتي دايما في الزوايا، صح؟ حد فاكر؟ ما انا عندي رو والفاي والزي، فالرو بالنسبه لي الديفرنشال اليمنت بتاعها ايه؟ دي رو، والزد كمسافه مقسمه دي زي، لكن الانجل الدي فاي كنت لازم اضربها في ايه؟ في نص رو دي فاي، صح يا جماعه؟ وبالتالي دي اكس دي واي دي زي اتحولت الى دي رو
رودي فاي وديزي المسافات مفيش فيها مشكله صح يا جماعه؟ اعتقد بقى مساله سهله قوي تقدر تكامل بقى يعني لما ضربت بقى الكلام ده كله عندي هنا رو وعندي هنا رو وعندي هنا رو بقت رو كيو عندي كمان هنا في زد سكوير وبقيت الساين والكوزاين نزلوا زي ما هم دي فاي دي رو دي فاي دي زي ماشي يا شباب صعب الكلام ده صعب التكمله اعتقد سهل قوي انك تكمل يعني حتى يعني عندك هنا الرو مثلا لو انا هبتدي بالرو مثلا ده رو كيوب عايز اكملها زود الاس 1 واقسم على ايه على الاس الجديد فهيبقى رو اس 4 وبعد كده تبدا تشوف الرو من صفر لكام لاثنين يعني بقت مساله كلها متمركز لكن جاست اللي انت توصل بس للمرحله دي بقى كل حاجه عندك جاهزه ماشي يا شباب اي اسئله يا جماعه في الكلام ده اللي هو ترتيب اللي هو الكوردينيتس العادي زي ما كنا بنقول دي اكس دي واي دي زي دي رو دي فاي طبعا دي فاي يبقى رو دي فاي في الدي زي وكل واحده بالانر بالكوردينيتس بتاعتها او الليمتس بتاعت الانتجريشن بتاعها من كذا لكذا فخدي دايما دي اكس دي واي دي زي وبعد كده بالنسبه للسلندريكال دي رو ها رو دي فاي ها وبعد كده ايه دي زي هو اساسا في الانتجريشن ما انت ممكن تكملي ده وبعد كده تكملي الدي زي تاني بتطلع ما يبقاش فيها مشكله في الانتجريشن لما حاجب الليمت بتاعتها طبعا الليمتس بتاعتها كل احد بالليمتس بتاعتها ماشي يا شباب طيب تعال ناخد مساله اصعب بقى شويه لاين تشارج وعايز اجيب الالكتريك فيلد ديستريبيوشن نتيجه لللاين تشارج ده واللاين تشارج بتاعي ده منطبق على محور زد منطبق على محور زد والبوينت اندر كونسيدريشن بتاعتي نقطة على محور واي والنقطة دي إحداثياتها R وصفر وصفر على أساس إن بعد النقطة دي عن المركز بالنسبة لي كده صح ولا فيها غلطة؟ هي صفر و R هي صفر و R كان ايوه 0 و r و 0 0 و r و 0 حتى ممكن تصلحها بسرعه 0 و r و 0 تصلحها بالاستاذ يا 0 و r و 0 طيب عايزين بقى نبدا نكمل عندي لاين تشارج كامل والتشارج بتاعتي متوزعه على اللاين من نيجاتيف انفينيتي لبوزيتيف انفينيتي نيجاتيف انفينيتي لبوزيتيف انفينيتي وعايز اجيب المجال عند نقطه تقع على بعد R من محور Y بالنسبة لي. ها ايه اتفقنا ايه على ايه الاستراتيجي اللي هنمشي عليها؟ مش بوينت بقى دي ال انا اسف. تمام يعني مبدا السوبر بوزيشن زي ما اتفقنا. ان احنا هنقسم اللاين بتاعنا ده الى مجموعه من الدلتا ال صح دلتا ال دلتا ال دلتا ال وكل دلتا ال بتحتوي على شحنه مقدارها كام دلتا كيو او دي كيو هجيب المجال الناتج من النقطه اللي هي 0 0 وزد دي المجال الناتج عن اللاين تشارج ده الصغير ده الدلتا ال دي عند النقطه اللي اسمها بي بس المجال في الحاله دي هيبقى دلتا اي مش كده او دي اي وبعد كده هبدا اعمل ايه انتجريشن نفس الكلام اعمله مع السيرفس نفس الكلام ممكن اعمله مع الفولوم لسه هنعمل اهو هنشوف بقى ونشوف الميل ونبدا نحلل هتباني بقى لان هنجيبها كفيكتور هو لازم الفيكتور مشغل لازم تشتغل فيكتور يعني انت عندك فيكتور كوانتيتي امال هتشتغلها ازاي اصل المساله دي لو بره الفيكتور سهله ايوه بس انت عندك دلوقتي عايز تعمل سوبر بوزيشن والكوانتيتي اللي انت بتعمل لها سوبر بوزيشن مهم بالنسبه لها الاتجاه لانك انت لو جمعت انت كده اهملت الاتجاه صح ففي عندك حاجات ممكن لو انت كاسكيلر فاليو انت بتجمعها على بعضها وخلاص صح ولا غلط فيبقى بالنسبه لك ممكن يبقى اديتيفز لكن لما تجي تتجمع بالاتجاه ممكن تلاقي واحده في اتجاه عكس الثاني يعني مش لازم نقول دي بوينت عند الزيرو كذا ناخد مثلا هنا بروجكت نمشيها على طول لا احنا هنمشيها فيكتورز ان شاء الله هنمشيها فيكتورز طيب
خلاص مبدئيا كده زي ما اتفقنا انا محتاج الرؤل علشان نطبق في القانون بتاع الكي بتساوي تكامل او سوري الاي عباره عن كي في الكيو على ار سكوير، فانا محتاج ان انا اجيب الكيو وبما ان ده لاين تشارج ديستريبيوشن فبالظبط كده الدلتا كيو بتاعتي بتساوي رو ال في الدي ال. كمان عندي المجال زي ما انت شايف كده بقى في عندي هنا اهوت هحتاج الار مش كده، فانا بقول اهو بجيب كل اليمنت لوحده كي ده ثابت كيو ابدا اشوف الكيو دي فين متوزعه على لاين يبقى تكامل رو ال دي ال على مين على الار يبقى ده بوزيشن فيكتور صح كده الديستانس فيكتور سوري الديستانس فيكتور اللي هو الار من اللي منين نقطة البداية نقطة النهاية يبقى نقطة النهاية اللي هي مين بقى يا جماعة؟ ها؟ صفر ناقص صفر صفر R ناقص صفر بR وصفر ناقص Z نيجاتيف Z عشان كده عملت الR R في اتجاه الY نيجاتيف Z في اتجاه Z. شايف الستبس ماشية واحدة واحدة صح؟ قسمت جبت الكيو بدأت أجيب البوزيشن فيكتور اللي هي الR بيجيبها منين؟ من الكوردينيتس بتاعتك فجبت الكوردينيتس فوق وتحت وبدأت اعوض علشان اجيب الكوردينيتس. طيب ايه اللي ناقص عندك؟ اليونت فيكتور علشان اطبق في القانون صح؟ ما انا هجيب الالكتريك فيلد لازم اجيبه كفيكتور علشان اشوف الانتجريشن ده هيبقى عامل ازاي والليمتس بتاعتي من كام لكام. صح يا شباب؟ ممتاز جدا. طبعا اليونت فيكتور زي ما اتفقنا ار على الامبليتيود او الماجنيتيود بتاع الار. ممتاز. كمل. انت كده جبت الدلتا ايه؟ ابدا اعوض K اللي هي 1 على 4 باي ايبسلون الدلتا كيو هشيلها واحط رو ال دي ال والار هشيلها واحط الار في اتجاه الواي ناقص زي في اتجاه الزي والكلام ده كله هيبقى مضروب في اليونت فيكتور اللي اسمه ار. عوضت تمام بالظبط كده ده التعويض اللي احنا اتفقنا عليه نشوف. صح يا جماعه كل واحده هتحط بالاليمنت بتاعتها. طيب واضح طبعا ده الاتجاه بتاع الدلتا اي لانه فيكتور كوانتيتي. طب ايه رايكم؟ حد يقدر يقول لي اي ملحوظه على الشكل ده قبل ما اكمل عمليه التكامل؟ ممكن ناخد الكوساين عشان بالظبط كده عشان السيمتري. في سيمتري صح؟ لان انت عندك ده ممتد من نيجاتيف انفينيتي الى بوزيتيف انفينيتي. لان انت هتكمل على مين يا جماعه؟ على الزد لان اللاين بتاعك منطبق على مين؟ على الزد ده دي زي صح؟ وهتقول بقى لما تيجي تكامل عشان تجيب الدلتا اي تكامل الدلتا اي ب اي يبقى تكاملك من نيجاتيف انفينيتي لبوزيتيف انفينيتي. ده بالنسبه للزد صح؟ تمام جدا. بس زي ما زميلك بيقول انا لاحظت هنا ان انا خدت الار في اتجاه مين هنا؟ الواي. ليه الار في اتجاه الواي؟ لان في سيمتري. زميلك قال جمله مهمه جدا. لان كل اليمنت فوق ليه ما يماثله فين؟ فاتجاه مثلا الالكتريك فيلد ده طبعا الدلتا اي هيتحلل لمركبتين دي اي كوزاين والتحت دي اي ساين. في اليمنت من تحت جاي من هنا والالكتريك فيلد بتاعه هيبقى برضه دي اي ولو هو عند نفس البعد يبقى برضه هيدي لك نفس الكميه دي اي صح؟ يعني لو انا على بعد زد من فوق وعندي على بعد زد من تحت فالامبليتيود ده هيساوي الامبليتيود ده ولما يتحلل المركبتين برضه هيديني واحده دي اي كوزاين واللي فوق دي هتديني مين؟ دي اي ساين. فالدي اي ساين هتكنسل مين؟ الدي اي ساين. فما فيش عندك الكتريك فيلد في اتجاه مين يا جماعه؟ اتجاه الزد. فايه لازمته بقى ان انا اكمل والمساله تبقى اصعب عليا بكتير؟ يبقى انا اقدر اخد اتجاه يعني واحد بس اتجاه الواي دايركشن من السيمتري. صح يا شباب؟ ويبقى التكامل بتاعك تقدر بقى خلاص الدلتا اي قول بقى ان الاي في اتجاه الزد في اتجاه الواي عباره عن تكامل من نيجاتيف انفينيتي الى بوزيتيف انفينيتي رو ال في الار على البوزيشن كام. طبعا لو خدت بالك هتلاقي كل حدود التكامل اللي فوق دي كونستانت خرجتها بره كل ده ثابت يعني الرو ال ده ثابت وال4 باي ابسلون ده ثابت طلع بره والار ثابت لان انا بكامل بالنسبه للزد. صح يا جماعه؟ يعني ما تخضكش الشكل اللي كان طالع لي هنا ده. انت بتكمل بالنسبه لمين؟ بالنسبه للزي. صح يا جماعه؟ انا بكمل بالنسبه للزي ومن والزي من نيجاتيف انفينيتي لبوزيتيف انفينيتي. التكامل ده ممكن احله بشكل نيميريكال بالظبط بالسبستيوشن فاكرينها؟ فاكرين انتجريشن باي سبستيوشن؟ ايه اللي انا هعمله؟ اعمل سبستيوشن صغير قوي هتلاقي التكامل ده كله وقف على حاجه بسيطه قوي. ايه السبستيوشن؟ ان هشيل كل زد واحط مين؟ ار تنسيف. فاكرين التكامل بالطريقه دي؟
بس لسه بقى عشان احل ثواني يا حمد لسه عشان احل هشيل كل زد واحط ار تان سيتا بس في عندك دي زي صح فلازم برضه اشوف الدي زي هشيلها واحط مين فبدات اقول تفاضل الزي او الزد لما اشيلها واحط دي زي بقى عندك ار وتفاضل التان بتاعتك بكام 6 سكوير صح يا جماعه وبعد كده يبقى عندك 6 سكوير دي سي دي سي تان ممتاز جدا طب انت عندك بقى حدود التكامل الزد كانت من كام لكام من نيجاتيف انفينيتي الى بوزيتيف انفينيتي طب يا ترى السيتا بقى من كام لكام طب ايه العلاقه العلاقه السيتا بيساوي تان ماينس 1 زد على ار صح وانت عندك حدود التكامل منين لمين من نيجاتيف انفينيتي الى بوزيتيف انفينيتي شيل الزد وحط نيجاتيف انفينيتي ايه الداله تان ماينس 1 نيجاتيف انفينيتي بكام يا شباب ناقص باي على 2 وعندك الزد لو باي على 2 يبقى تان ماينس 1 باي اللي باي على انفينيتي قصدي شيل الزد وحط انفينيتي يبقى تان ماينس 1 انفينيتي اللي هي تعتبر برده بكام بباي على يبقى في السبستيتيوشن انت عملت ايه هتشيل كل زد وتريبليس لمين بالسيتا فانت هنا عملت الزد بتاعتك بقت ار تان سيتا طب الزد بتاعتك لها حدود من نيجاتيف انفينيتي الى بوزيتيف انفينيتي شيل الزد مره وحط نيجاتيف انفينيتي وجيب السيتا وشيلها مره ثانيه وحط بوزيتيف انفينيتي وجيب السيتا مش كده فلما عملت الكلام ده مره تان ماينس 1 نيجاتيف انفينيتي طلعت نيجاتيف باي على 2 والعكس صحيح تان ماينس 1 انفينيتي طلعت باي انت كده حولت كل زد لسيتا والدلتا زد بقت ان تيرمز اوف الدلتا سيتا وحدود التكامل من زد من نيجاتيف انفينيتي الى بوزيتيف انفينيتي بقت من نيجاتيف باي على 2 الى بوزيتيف باي على 2 تمام ليه عملت كده تعالى كده نشوف التكامل اللي كان صعب ده وصل لايه اولا دي زي شلتها وهحط ايه يا جماعه ار 6 سكوير صح ار 6 سكوير شلتها وحطيت ار 6 سكوير ماشي بقى دي سي وبعدين عندي ار سكوير زي ما هي عندي زد سكوير طب ما زد ار تان يبقى زد سكوير ار تربيع تان تربيع وضحت شوف اللي هيجي بعد كده بقى لو خدت ار تربيع عامل مشترك هتخرج بره 3 على 2 تطلع بار صح لان هي ار تربيع في 3 على 2 تديك 3 صح ممتاز وايه كمان ها 1 زائد 3 يبقى هنا كانت 2 عندي هنا 1 زائد تان تربيع 1 زائد تان تربيع بكام ب 6 6 تربيع وال 3 على 2 بالظبط كده وفي عندك سك فوق اهي بقى سك تربيع بس 3 على 2 هيبقى سك تكعيب وفوق سك تربيع يتفضل 1 على سك 1 على سك اللي هي مين الفانكشن الكبير قوي اللي كان ار تربيع زائد ار تربيع مش عارف ايه كلها فكت بمين يا جماعه كوزاين كوزاين صعب السبستيتيوشن اللي فات ده اعمله تاني ماشي يا شباب خلاص بقى بعد كده خلاص كامل الكوزاين بقى بايه بساين وشيل الساين وحط مره نيجاتيف باي على 2 ناقص باي على 2 وكمل العلاقه هتطلع لك في النهايه ان الالكتريك فيلد رو ال على 2 باي ابسيلون ماشي يا شباب نقول تاني يا جماعه يبقى ايه الستبس اللي احنا مشينا عليها ديسكريتايز اللاين الى مجموعه من الدي ال هينتج عنها دي كيو جمعت الدي كيو عشان اجيب الكيو وبعد كده عوضت عشان اجيب لان كل دي كيو هتدي لي دلتا اي او جزء من المجال عايز اجيب المجال الكلي لقيت والله عندي كان في اتجاه الواي وكان في اتجاه الزي بس انا عندي سيمتري في الشارج فعرفت كفيزكس في الموضوع ان لا ان انا عندي اتجاه الزي هيكنسل اتش اذر كل بوينت فوق ليها بوينت تحت صح وبالتالي هيكنسل الواي دايركشن فمشيت المساله ابتداء انا عندي زد دايركشن وانا عندي واضح جدا ان الزي من سالب ما لا نهايه لمن نهايه ظهر لي انتجريشن كان صعب في البدايه بالسبستيتيوشن طلع في النهايه تكامل كوزاين تكامل كوزاين لو بصينا على الفانكشن والله يعني كلام منطقي صح ليه كلام منطقي ان هي بتبروبورشنال مع مين مع الرو ال ده مبدئيا وبتانفيرس بروبورشنال مع مين مع الار الار ليه بالنسبه لي هي مين النورمال ديستانس او الشورتست ديستانس من البوينت لمين
لللاين. فاكرين الاركت ايه؟ هات لي كده اللاين معلش يا محمد ورا، ارجع خطوه لورا كده. ايوه مش دي البوينت؟ ودي مين بالنسبه لي؟ دي الشورت سيلسس او المسافه العموديه من البوينت بتاعتي الى اللاين بتشارج، الى اللاين بتشارج. ها الار اللي طلعت في القانون دي الار مش الديسبيسمنت فيكتور. ماشي يا جماعه؟ عايز حاجه؟ ماشي يا شباب؟ اي اسئله في اللاين تشارج ديستريبيوشن والاستراتيجي اللي احنا مشينا عليه؟ تمام. ناخد بعض الامثله يعني اللي يعني اللي عايزك وانت يعني مش كل المسائل اللاين تشارج هيبقى موجود على محور زد صح؟ ممكن اجيب لك مثلا لاين موجود عند بوزيشن فيكتور معين او في اتجاه معين، ممكن اجيب لك تو لاينز، بس انت تبقى عارف ان الالكتريك فيلد الناتج عن لاين تشارج يبعد مسافه مقدارها ار عن نقطه. ترجع لي كده خطوه لورا بالقانون. مين اللي محتاج تعديل؟ مين اللي محتاج انك تعرفه؟ بس لما يكون عندك لاين تشارج تمام وعايز اجيب المجال عند النقطه دي، انا عارف ان المجال الكهربي هنا رو ال على 2 باي ايبسلون ار في اتجاه اليونت فيكتور اللي اسمه ار، مش كده؟ يبقى مين بس اللي بقى محتاج اعمل له تويكي بس كده عشان اظبط الاتجاهات بتاعه اللاين، مش كده وبس؟ واجيب مين كمان يا جماعه؟ الار. ايه هي الار؟ اجين ها الشورتست ديستانس، دي اللي مهمه قوي، دي اللي مهمه. وهنعمل لكم تيست دلوقتي على كذا مساله كده ونشوف الدنيا تمشي ازاي ونشوف فعلا هل هتعرفوا على الار صح ولا غلط. نجيب مثلا ده كان منطبق على محور زد صح؟ طب ايه رايكم لو مال شويه، لو كان متعلق في الهواء كده عند نقطه في الفراغ وعايز اجيب المجال عند الاوريجين مثلا، هتبقى الدنيا ماشيه ازاي؟ ماشي يا جماعه؟ اي اسئله؟ طب نشوف المساله دي كده. المساله بتقول يونيفورم لاين تشارج، لاين تشارج الرو ال بتاعتها 25 نانو كولوم لكل متر اون ذا لاين، اكس بتساوي نيجاتيف 3 اند زد بيساوي 4 ان ذا فري سبيس. يبقى عندي خط مشحون او لاين مشحون ومحطوط على البوزيشن دي، يعني جيت عند اكس بتساوي نيجاتيف 3 ده البوست باكس، فاتحركت كده نيجاتيف 3 بعد كده طلعت في الزد بوست 4 بعد كده حطيت اللاين بتاعي. ماشي يا جماعه؟ ما كانش بقى زي المره اللي فاتت سهل قوي ان انا احط لاين على محور زد ومنطبق وكلام ده، بس برضه لسه انفينيت. فستيل برضه لسه تقدر تشتغل بالعلاقه اللي احنا لسه مطلعينها، بس تظبط بقى حته مين؟ الار البوزيشنز بقى. وما تنساش دايما في دماغك قوي الار هي الشورتست ديستانس ما بين البوينت بتاعتك ومين؟ واللاين تشارج. ماشي يا شباب؟ تعالى بقى نلعب اللعبه دي مع بعض. طيب بيقول لك find the electric field in the cartesian coordinate at the origin. خلينا في الاول عند الاوريجن، يبقى اللاين اهو ما تنساش، حاول تتخيلها معايا. دخلت في نيجاتيف اكس مسافه مقدارها نيجاتيف 3، بعدين طلعت في الزد مسافه مقدارها كام؟ في الار، وعايز اجيب المجال المؤثر عند النقطه اللي اسمها صفر وصفر وصفر عند الاوريجن. ها الار بكام؟ ما هو القانون سهل قوي، رو ال لاين تشارج دينستي على 2 باي ايبسلون، هي دي ار. دي بكام؟ اقفليها بترانج، هاتلي الشورتس ديستنس وخلاص. ماشي بس اللاين لو ده الزد ده الاكس بتاعي اهو، ده الاكس وده الزد صح؟ فانا دخلت جوه في النيجاتيف اكس شويه، فلو طلعت بيربنديكولار كده مش هلاقي حاجه فوقيه. لا هطلع في الكونديشن اللي حاطط قبل اللاين. ما هو اللاين مترحل لجوه، اللاين اكنه كده بالظبط. بص يا شباب اللاين عامل ازاي؟ ده الاكس صح؟ وده الزد، فانا عملت ايه؟ رحت في النيجاتيف اكس نيجاتيف 3 بعدين طلعت في الزد 4 وبعدين حطيت اللاين، اللاين يبقى فين الديستانس بقى هنا؟ لو انت طلعت من هنا لفوق مش هلاقي حاجه فوق.
تمام. يعني الارب كام؟ ارب 5. هو احنا هي هي لازم تيجي في التصور مش كده؟ هو الار عباره عن ايه يا جماعه؟ ما تطبقوا القاعده. هو الار ده ايه؟ مش ده البوزيشن فيكتور او ديسبيسمنت فيكتور؟ عشان هنا بالنسبه لي ليه؟ هو اصلا ما انا مرسومه ما طبق ببساطه. كنا بنقول ايه عشان اجيب الديستنس فيكتور؟ النهايه ناقص البدايه. يبقى الار بتاعتي كام؟ انزل يا محمد كده بالار. صفر ناقص 3 اللي هو بكام؟ ب 3 مش كده؟ وصفر ناقص 4 بكام؟ ناقص 4 صح؟ تعرف تجيب الامبليتيود بقى في الحاله دي؟ سكوير روت ده تربيع ده تربيع. مين اللي كان قال 5 مش وانا؟ هتيجي دلوقتي. ايوه هتيجي دلوقتي. انا حاطط لك كميه مسائل ظريفه جدا هنلعب فيها دلوقتي مع بعض. هنلعب فيها مع بعض بقى. يعني واحد زي منك او انا بسال طب انت ما كنتش مدي لك عند الاوريجن؟ لا الفرق دي على لو قلنا الاوريجن دي هي اقرب حاجه للاوريجن تمام. هو ممكن يدينا بوينت ثانيه على اللاين برضه بس بعيد شويه. طيب مبدئيا في مشكله في المطلوب الاولاني عند الاوريجن. تعال نشوف نقاط ثانيه كده ونلعب فيها سوا. ماشي خلاص كده جبت اللي هو الار. اعرف اجيب كمان يا محمد الايه الامبليتيود اقسمه على الامبليتيود ده كالار كفيكتور على الامبليتيود. يبقى انا كده جبت اليونت فيكتور. خلاص متهيألي اللي باقي سهل بعد كده بقى. خلاص يونت فيكتور وكلام فاضي وجمع وطرح وحاجات زي كده تمام جدا. طيب مساله ثانيه ايه رايكم؟ البوينت اتحركت خالص بقى بقت عندي 2 و15 و3 وبيقول اوجد المجال. طبعا لما احفيكوا هيلمح حاجه ظريفه جدا حصلت. اللاين اهو وعايز اجيب المجال عند النقطه دي. اجيب الار صح؟ ايه اللي حصل هنا يا جماعه؟ النقطه بقت تحت اللاين. النقطه بقت تحت اللاين. بس الواي دخلت في الواي زد بلين صح؟ دخلت في الواي زد بلين. ها؟ هو بس في ملحوظه صغيره لازم افهمها لك او لازم اوضحها لك. هل هو طلب، خد بالك هو طلبه ايه؟ طالب المجال الكهربي المؤثر عند نقطه نتيجه للاين تشارج صح؟ هل حدد لك نقطه معينه على اللاين؟ لا، ده انا اللي بحب ان انا اخلي عشان اجيب الشورتست ديستانس هختار نقطة مناسبة وأنا بجيب مين؟ الأر صح؟ تاني الأر دي عبارة عن إيه؟ الديسبيسمنت فيكتور ما بين تو بوينتس صح؟ ما أنت عندك اللاين ممتد من سالب ما لا نهاية الموجب ما لا نهاية، وأنا عندي النقطة هنا أهي. أنهي أحسن؟ تختار نقطة فوقيها على طول ولا تقعد تختار النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي؟ أختار النقطة اللي إيه؟ اللي فوقيها على طول. علشان كده في المسألة دي هو ما حددليش هنا اصلا هو النقطه دي اللاين ده موجود فين يا جماعه؟ عند سالب 3 وايه؟ و4 صح؟ والواي بتاعتك اي نقطه بتتغير بتغير مين؟ الواي. فانا بعمل ايه؟ عشان اجيب الشورتست ديستنس انا اخلي الواي سالب. فبشوف النقطه اللي انا عايز اجيب عندها المجال صح كده؟ النقطه كانت مين يا جماعه؟ 2 و15 و3. طب ما انا ممكن اختار اللي في واي اللي فوقها على طول مش كده؟ اللي ليها نفس مين؟ الواي. ليه؟ هو انا لما بجيب الار دي واجيب لها الروت سكوير هقول الجذر التربيع لده تربيع زائد ده تربيع زائد ده تربيع. طب عشان تبقى شورتست ديستانس المفروض اخلي الفرق في الواي يطلع بكام؟ بصفر. حلو الحته دي؟ مهمه بقى الحته تاخد بالك منها. لان انا بقول لك لاين من سالب ما لا نهايه لموجب ما لا نهايه. وانت بتجيب الديستانس عند نقطه هنا صح؟ طب انهي نقطه بقى؟ احنا اتفقنا ان احنا بنجيب الشورتست ديستانس. طب الديستانس دي لما بتجيب لها الامبليتيود عشان تعوض بقى في القانون بتقول روت سكوير للكومبوننت في الاكس تربيع والكومبوننت في الواي تربيع والكومبوننت عشان يبقى شورت ديستانس تراي تو مينيمايز ات باي جيتنج 1 0 صح يا جماعه؟ علشان كده هتلاقيني هنا
النقطه بتاعتي كانت 2 و15 و3 عشان كده اخترت نقطه عند نفس الواي، ما اختارش نقطه هنا بقى ولا هنا ولا هنا، لان كده انا هزود مين يا شباب؟ هزود هزود صح صعب الحكايه دي، بس هي دي الزتونه بتاعت الموضوع زي ما بيقولوا. زي ما قلت لك الكون ثابت، بس فكرتك انك تتويك البوينت وتفهم الفيزيكس بتاعتها كويس. رو ال على 2 باي ايبسيلون ار، طب الارض ايه الشورت ديستنس، تحاول بقى تشوف الشورت ديستنس دي قد ايه. تمام، هنجيب بقى الايه، طبعا خلاص هنا اطرح بقى، بتحرك من هنا لهنا يبقى ده ناقص ده 2 ناقص ناقص 3 يتحرك لك هنا بكام؟ بخمسة. وانا خلاص مينيمايز الواي خليته بصفر، يبقى ناقص عندك الزد، اطرح برضو ده ناقص ده، وبقيت المساله زي هيك. ماشي يا شباب؟ حلو الكلام ده؟ ماشي. النقطه اهي 2 و3 46 من 102 صح كده؟ عايز اجيب بقى الايه الار، ايوه هتخلي الواي بكام برضو هنا؟ 3.46 نثبت الواي بقى هنا صح؟ نشوف كده الاجابه. طبعا هتثبت مين؟ الواي 3.46 في الاثنين عشان تمينيمايز الواي ديستنس، وبالتالي هتبقى بقيت المساله زي ما احنا اتفقنا، الموضوع بقى سهل. ممتاز تمام. في حاجات حلوه سوبر بوزيشن، برافو. شايف واحد هنا بقى منطبق على محور اكس، خطير جدا، والتاني منطبق على محور واي، وهيبقى عندي هنا نقطه في الفراغ. فهنا الميزه بقى هنا اللي انت بدل ما هتظبط اثنين كانت ار واحده صح كده، بالنسبه لللاين الاولاني هتظبط له الار بتاعته مش كده، وبالنسبه لللاين الثاني هتظبط له الار بتاعته، وبعد كده تجيب مين؟ السوبر بوزيشن صح؟ جيتت ولا ولا ايه؟ البوينت اهي زميلك بيسال البوينت فين؟ عند هو بيقول لك ايه؟ انفينيت يونيفورم لاين شارج 5 نانو كولوم لكل متر الون، واحد في اتجاه الاكس واحد في اتجاه على الاكس اكسس والواي اكسس، ومره عايز تجيب المجال عند النقطه 0 و0 و4 اللي هي النقطه دي. دي سهله قوي، دي قولوا لي على طول الدستنس بكام؟ ما هو كل لاين من دول هيجيب لي مجال مؤثر صح؟ فكل لاين على الار بتاعته لازم الشورت ديستنس بتاعتي صح؟ بالظبط كده، لان هي البوينت اصلا موجوده على محور مين؟ زد. فهينزل سواء على ده او على ده بالنورمال ايه يا شباب؟ بالنورمال ديستنس، بالنورمال ديستنس، النورمال ديستنس بتاعته ليه مين؟ 4 صح؟ مش محتاجه دي صح؟ لان البوينت كانت هنا، ده محور اكس، وانا واقف على الزد اهو على بعد 4. محور واي فين؟ اهو برضو، لا انا واقف على محور زد صح؟ فانا لما انزل كده انا كده اكني نزلت عمودي على الاكس اكسس ونزلت عمودي على مين؟ على الواي اكسس، والمسافه العموديه هي الشورتست ايه؟ ديستنس صح يا جماعه؟ تمام الكلام ده؟ عايزك تستمتع وانت بتحل الالكترومغناطيس جدا. والله بتبقى حاجات ظريفه جدا. فطبعا شايف هنا كل واحده يبقى ليها الروب بتاعتها اللي البعد العمودي بتاعها فعلا طلعت بكام يا جماعه؟ فعلا طلعت بكام. تمام؟ طبعا هنا بقى هتبقى مختلفه. الروبي دي هتبقى مختلفه. مش كده؟ هتبقى كام؟ واحده اربعه ليه مين؟ اللي هي على الواي. حد عارف ليه؟ لان هي موجوده في الواي زد بلين. شوف دي كده، دي صفر وثلاثه وايه يا جماعه؟ واربعه صح؟ بالنسبه لده النقطه فين؟ في الواي زد بلين صح؟ اهي لان الاكس بتاعتك بكام؟ بصفر، ولا نقطه اهي. الشورت ديستنس اللي هو العمودي ده بكام؟ باربعه صح ولا غلط؟ طب وبالنسبه للمايل الثاني بقى ده؟ ها؟ هيبقى طبعا بكام؟ بخمسة. بخمسة. لا كده؟ ده الأولاني يا محمد. ده الشورت ستريسن، ده الأولاني. الثاني اهوت الديستنس بتاعتك بكام يا جماعة؟ بخمسة. ليه بخمسة؟ ها؟ أيوه. اللاين موجود فين يا جماعة؟
في محور مين؟ اكس. فممكن اخد نقطه مين؟ صفر وصفر وصفر عليه، صح؟ لان انا محتاج ان انا اصفر ده، صح؟ زي ما اتفقنا هناخد المقراضي اللاين بتاعي على محور اكس، هتختار انهي نقطه على محور اكس اللي ليها نفس الصفر ده، صح؟ فممكن اخد اللي هي نقطه الصفر صفر، بحيث ان انا لما اطرح يبقى 3 و4 يبقى الروت سكوير بتاعتهم بيطلع بكام؟ Thank you.